بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا مع اللاب نمبر 6 في موضوع الام بي بي ام، وده اللاب نمبر 2 في موضوع البريزنت. طبعا اللاب اللي فات اتكلمنا على الكلاس اللي اسمه جايند بول بيز، وشفنا اهميته ايه، بس وقفنا عند جزئيه مهمه جدا، وهي الجزئيه الخاصه بالكوماند. زمان قبل ما نتعامل مع الجايند بول بيز، كان المفروض ان احنا نمبلمنت انترفيس اسمه اي كوماند، وبعد كده نبدا جوه الكونستراكتور بتاعنا نبدا نتعامل مع الجزئيه اللي احنا عملنا لها ايه، عملنا لها امبلمنت. طيب عامة لو كنا بنتعامل مع الكوماند، كان لازم نتعامل مع تو ميثودز رئيسيين، ميثود خاصة بالاكزيكيوت وميثود تانية خاصة بكان اكزيكيوت. الميثود الأولى اللي هي الاكزيكيوت دي هيتحط فيها الكود اللي أنا هعمله أو اللي هيتنفذ أثناء تنفيذ الكوماند بتاعي. أما كان اكزيكيوت فده شرط بيتبنى في الأول، لو الشرط ده اتنفذ نقدر بعد كده ننفذ الكود الخاص بينا أو الخاص بالإيه بالكوماند. طيب طب البريزم موفر لنا كلاس جميل جدا اسمه الديليجيت كوماند، يبقى كل اللي هنعمله هنيجي جوه الكونستراكتور بتاعنا اللي هو اسمه فيو اي فيو موديل الخاص بالكلاس بتاعنا. جوه منه هنعمل مثلا حاجه اسمها ابديت كوماند، وابديت كوماند ده طبعا هيجيلك من حاجه اسمها ديليجيت كوماند اللي احنا بنتكلم عليه. وجوه الديليجيت كوماند بتاعنا هنبصل للكونستراكتور التو ميسج بتاعتنا، هنسمي ميثود فيهم اكزكيوت مثلا او اي اسم اللي احنا عايزينه، والميثود الثانيه هنسميها كان اكزكيوت. زي ما قلنا ان كان اكزكيوت ده هنحط جوه منها الشرط بتاعنا، لو الشرط ده اتحقق نقدر بعد كده ننفذ الكود الخاص بالاكزكيوت. فهنا مثلا في الشرط بتاعي انا هقول له ان لو الفيرست نيم لا يساوي نل، ولو اللاست نيم لا يساوي نل، يبقى الكم بترو، يبقى ساعتها نقدر ندخل وننفذ الكود اللي موجود في الاكزكيوت بتاعنا. والكود بتاعنا ده هيقول مثلا ان البروبرتي اللي اسمها لاست ابديت هتساوي الديت تايم دوت. طيب لو جينا ننفذ الكود ده هيتنفذ معانا، بس هتواجهنا مشكلة بسيطة جدا. المشكلة دي خاصة بالفيو. احنا في الفيو هنا عاملين بايند للفيرست نيم، شرحنا الموضوع ده اللاب اللي فات، بس في حاجة بسيطة كده ما اتكلمناش عنها اللاب اللي فات، وهي حاجة اسمها الابديت سورس تريجر. الابديت سورس تريجر بتاعنا القيمة الديفولت بتاعته اسمها لوست فوكس. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان عشان البروبيرتي بتاعتنا دي تبدا تحس بالتغيير اللي بيتم، لازم اعمل لوست فوكس، يعني لازم اخرج او اعمل لازم اخرج من التكست بوكس ده. طيب عشان نغير الموضوع ده ممكن نغيره ونسميه بروبيرتي تشينجد. والموضوع ده طبعا عشان خاطر وانا بكتب الكود او وانا بكتب الكلام جوه التكست بوكس يبدا على طول يحس بالتغيير اللي بيتم. وعشان نفعل الموضوع ده برضو داخل البروبرتيز بتاعتنا اللي هي موجوده هنا دي، زي مثلا البروبرتي الخاصه بالفيرست نيم، فممكن نعمل هنا كمان حاجه اسمها ابديت كوماند الريس كان اكزيكيوتد تشينج، ودي برضو هتقوم بنفس الوظيفه بس داخل البروبرتي بتاعتي. يبقى كده مش ناقص لنا نعمل حاجه غير اننا نعمل ران للابلكيشن بتاعنا ونشوف الناتج بتاعنا هيبقى عامل ازاي. طيب لو احنا لاحظنا هنا هنلاقي ان البوتون بتاعنا معمول له ديسيبل. ليه معمول له ديسيبل؟ تعالى برضو نشوف الكود اللي موجود جوه الزمن اللي احنا نسينا نتكلم عنه اللي هو الخاص بالكوماند. هنا جوه البوتون بتاعنا عملنا بايند لابديت كوماند. طيب والابديت كوماند بتاعنا هنا بيحتوي على شقين، الشق الاول خاص ب اللي هو طبعا اللي خاص بالديليجيت كوماند، بيخص بالكان اكزكيوت زي ما احنا قلنا والاكزكيوت. والموضوع ده هيخلي البوتون بتاعنا ديسيبل لو الكونتين اللي موجودين في الكان اكزكيوت، لو الكان اكزكيوت بتاعنا رجع بفولس، يبقى لو الفيرست نيم بتاعتنا بتساوي نال او اللاست نيم بتاعنا بيساوي نال، هيفضل الايه البوتون بتاعنا ديسيبل. لما ابدا اكتب هنا كود وبعدين انزل اكتب، طبعا هنا لسه ديسيبل لان اللاست نيم بتاعنا لسه ايه لسه بنال، وابدا اكتب هنا هيبدا الايه الابديت يظهر لي يبقى انيبل. فابدا بعد كده اضغط عليه، وطبعا لو ضغطت عليه هنروح ونخلي القيمه بتاعه اللاست ابديت للروت اللي اسمها لاست ابديت نخليها بتساوي ديت تايم دوت ناو، هيظهر لي هنا الوقت او التاريخ بتاعي. اشوفكم الفيديو جاي باذن الله ونكمل كلامنا عن البريزم والام في في ام. شكرا.